متابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير. لكم نشره الاحوال الجويه سريعا. بالنسبه لل 24 ساعه القادمه هذه الليله يكون الطقس باردا في اغلب المناطق مع احتماليه لتشكل الضباب في بعض مناطق الاوديه والباديه والسهول الشرقيه، والاجواء اجمالا رطبه. تهبط الصغرى هذه الليله في العاصمه عمان الى حدود تقريبا حوالي 6 درجات مئويه بشكل عام. نهار يوم غدا يطلع ارتفاع على درجات الحراره، وتبقى لكن برغم ذلك درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الطقس يكون بارد نسبي في أغلب المناطق مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا الجمعة والصغرى ليلة الجمعة على السبت، سنبدأها شمالا من إربد وجرش والمفرق من 15 إلى 6 درجات مئوية، في عجلون من 13 إلى 6 درجات، في البلقاء في السلط والعاصمة 13 إلى 6 درجات، في الزرقاء من 16 إلى 7، في مدرة من 14 إلى 7، وفي البحر الميت من 21 إلى 15 درجة مئوية. أما في المناطق الجنوبية من المملكة 14 إلى 8 في الكرك، 13 إلى 7 في الطفيلة، 12 إلى 5 في جبال الشراء، 17 إلى 6 في معان مع أجواء مشمسة. كذلك أمر في العقبة الأجواء مشمسة ولكن درجة حرارة 23 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 15 درجة مئوية. شرقا تكون الأجواء أيضا مشمسة إجمالا في كل من الزرقاء بالأرويش عفوا والأزرق من 18 إلى 7 درجات، وفي الصفاوي من 17 إلى 6 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. في أنكم دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.